الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على رسولك سيدنا محمد صلاة تليق بجلاله العظيم وقدره الرفيع. وبعد، فإن أفضل الحديث حديث وحافظ ببدن كتاب الله، كتابك إلهي تعالى كرهي، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتابك ووح باطل ونأغى إيمان كرين هري إيا قدال مدنة، يعني لما بدلك إلهي باوح بلن قاضي إنه حفظنا إيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بإلهي. مركوا كتاب لا يأتيه الباطل، باطل أسنو إيمان كريم من بين يديه هري أغمى إيمان كرا ولا من خلفه، يعني إنا عن الله قبل بذلك. وخير الهدي هدي وحاء خير بدن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هدي يهنورنتي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الوسيلة العظمى وسيلة وينيد وي، والواسطة الكبرى واسطة وينيد وي، وبين الله وبين خلقه، لأن الرسل هو واسطة بين الله وبين الخلق. لنيل سعادة سعادة يلي بان قارتان كذا يو الفوز اللي بان برضا الله تعالى، إلهي بديه سوى الولي بان. ولا يليق بالمسلم غفق مسلم كمناسبة معها الذي يدين بالإسلام، غفق مسلم كاه كدين يلاني إسلام كدين يلاني يدغن كإسلام كا شيغنيا، ويحمل حمبارسا في نفسه نفتي سنة لواء الإيمان، إيمان كعلم كي سوط أن يكون جاهلا إنه كجاهل نغض بسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه هدنا كم جاهل نغض سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيرة درت ينجيت بهذا الموجز المختصر، سيرة الموجزة هي مختصرة أيام قريب الشيخ ليه، ليتشوق القارئ لمطالعة كتب أخرى. مركو سيرة النجيست أو أفهمه وحأفض دعني إذا كتبت كلا دعنا إنه سيرة النجيست أو أمر أفهم سلوي أو طالعه. ومما كي كم من كتب تاسع ومما كي ذكر فيها الوشر من سيرة خير البشر، مخلوق أحد في أخير بنا سيرة دي سي تاريخ دي سي. والله أسأل أن يفتح قلوبنا وحان إلهي ويديسنا يا قلوبتنا إنه فر بمحبة نبي جعل كيسا صلى الله عليه وسلم، وأن ينور بصائرنا بصائرتنا إنه نوري بمتابعة سنته سنة سراعدة نوت. أما نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام سيرة النبي وحكم بلاوتا إن أنقرنا النبي النسب كيس عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مراف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ولواتن نبي أجدادي سي أبتركي سي كمدا، فالعرب كلهم من ولد إسماعيل وقد حان، عربت كل قد وحيكو أبترسلان وعرب نبي وحل إلى أولاد إسماعيل وي نبي الله إسماعيل ده مكو كوكري وكيمركي أسجى هو يدي ونبي الله إبراهيم وأبتري يعني مكة ومركا كعبدو أين الاثنين وحرب لا قوانين ومال دور وغفراء إسكاهي مركو نجاي وأبتري هل كان أبوك برباري هل كان أبوك برباري نبي الله إبراهيم وحكوس الله بتي ويلكيسي إسماعيل ما
مركو ويناذي أو قرسدي هو يديس نقيمتي أو كدب ويمد وزيارة ويمد بقشة ويمد ألقى يطول لك حرب قوتك هاي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن حاسكي ويناي وقبي جري ساريا لورنجري فحلو سارة سارة لورنجري مركا هاجر وحيا هاي قبر يعني خادمة لوسي سارة ويتو مصر تجي نركا أو قلي شام يا نركا أو قلي مركو قسي قدبي ألكا أو تجي بقر جائرها حكومي جري ومن قبر قرح بدن وتهدون لي ما ذو كقهرين مركا قبر هذا حاس كيسته ودي لي يعني كا لأن نك حاس كيسة كم صبر أيوه هدي لك قاتو سيء وسبعية و نك أمد دين هي حاس كيسة ودي لي يعني قبر ناس وك قادنا يا هدي قبر ولا شيء تهينا قبر وك قادنا يا ورس كتقول يا سيد نبي الله إبراهيم من كتير هالكا فقر كي والله شيء غير ونن قبر أنا قرح بدن وأيد وكلام العرب صار قبر قرح بدن بهاي نوتا يا يمت بقر كي وحو يري وي يري هنكا إبراهيم ما مر كور نو يري نبي إبراهيم والله هذا لي أو قبر نمحي قوت هاي بيل ولا شيء بيل ولا شيء ومر كاسو وخوة ذي ولا لمدة إسلام لمدة مر كافيه رين بس وصول الله بتاعي قبل نبي رأى لك سوى هذا سارة مركب نكو يري وعن كو يري نكا ولا شيء ويه أخوة الإسلام كان ولا لكم هاي يعني هذه قوم بقى إيمان لما أنت حجوه نبي لوط ما بركا جري أو بركا قرية كلا بركا أيوة قدران لكن واحد قلبه ما جري بركا هذه وكو سؤال سيدا قرية قبل نبي مركي لوط جي بقركي قبر عابدته وصالحته وزوجته خليل الرحمن بي هايده إلهي بي كم غشي شرتيس حمام بو دمعين ولا سؤال من الله مركو صلاك عن توس وقالبه ورعيا وصوحيا باش وقوك قبيا مركا مركو دعاه يا إلهي بي بريد وحيلي ذا إلهي وهي يودي لي هدور دنتنا إذا دشي بي اللي يرمي دانا أريد بتبهدي ماي إلهي وهي يودي لي مركا صوصوك عيا مرقو صوكا عدن وضم عيا سيدا وقالوا نقريا صد حجار مو سيدا نقضي صد حجار مرقو سيدا نقضي أيوه وحكو يري وي يري خدما دي سيبو وي يري مركاس وحكو يري قف إنسان إيمين نكيرين الشيطان بعد إيكا تيرا إغوضا ما هبني آدم ما قبر بحال سيء قبر خادمة دان حال سيء سارة مركة لسو سيء نبي الله إبراهيم سلام بو كجري مركز مركة واحد عير ورن وفير سنة يا مركة وقوت بيضة وحيتر إلهي كي حما قال كي شرتي سي ويقى كافية إلهي ويقى كافية إلهي شرتي سي ويقى كافية وحنا يسو سيء خادمة قبر خادمة دان قبل ما كان نبي الله إبراهيم سيسا قبل ما ديكا مكسي هذا قبل مركا سارو مركا سولي إلما ما يسرنا لين وحا أوريسة مركا هاجر أم إسماعيل يا مركا أوريسة مركا قبل ما أوريا لتي سارو وي مصير مركا فهي تري نعم قبل ما قبل ما قبل خادمة دو هذا شقالك هو هم ماي قبل ما نعم ديكا الوندلين مركا نبي إبراهيم وصوق على مركا هاي جرؤ يويل كذي وصوق على مكو كذي مركا هو مال عدلا إسكاه ما وحب جري بيا يرى سبرار بيا هو ذي يحوجا تمر هو ذي بحال كاو دقي جيت وين ومشى كوي الهوس تيسو كذي وكتري مركا هاجر واحد تري إبراهيم ويتين دوقة تريزة ماشان واحد جوا أنجيل نوع عدلا لا واحد دقن حتى ملك وكأمس يا إبراهيم حكين دوقة تريزة صدح جير مركا إلا هذا الشيء وأقول له جوابين
أيه وحي كتر الله أمرك بذلك ما إلهي بس لا هو أمر بس عندنا أنت أنا دكتور أنا ضابطك مركز وجهه قال وفر نعم قال ذو وحي ترى إذن لا يضيعنا هذا بعد إلهي أمرك صديته إلهي نما ضيع أيه سكتك هاجر يقول كذا إسماعيل عمر كذا شيء هل كان سيسك جوكته يقول كذا ينوجي نسي تمر تاير ربيع هاير نوي عبيس تمر تاير نوي عبيس مركز التمر تكر نماته بيه هنا وكل واحد وارد ما ذي هو يدي معان ومر كأكون ولا إيه مر هذا هو يدي باهته وبيه إيه منا وحنا يسعون هنا وين باهته عنو بمر كواقع جوده هل كان سمر كأوهين وقوي وهم تيسي يا عباد كيسي ما يمركا هيم ويني واتي مركا أي صفائي مر واقف فولا يسمر نبورتها كويس تاجس واحد ما يفيرنا يسمعلها بلينا يعرف توح مر صفائي كويس تاجدي مر مروة كويس تاجدي مركا سعي من بين الصفاء والمروة وأرد كي يسعد كي هاجر تضم الجير بي مر الصفاء فوشي مر مروة فوادي يربع أول حيه وادي اسمه كي يقود بيسنا أنت مرادة سا يعني وحيد دل عصا وصو طب سطر أيام مركا أرد كمريس بس بورتا كالفوريس راس الدواغ مغش مركا يودم بس مركا تدواغ دواغ ما يمغش دواغي دواغي مركز ويصوف في رسي ويتمد جيت كيما ويتمد وحيوتمد ويل كيو ماشي ولوها كو جراعي عربها كو جراعي بيك سوبر غدان وزمزم كوي قال زمزم ملك جبريل باي يمد ماشي بالسلاس امور رفت ادلالية مركز بيك سوبر غدان وزمزم كيما سوبر غدان بيه هذي بي اتمد بيه من مركز سلاس بيه دي بي سلا اي سلا اكسر حشتين زم 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 يعني بيه ما يكون علم بيسا استاقوي بيه هذي دانسات بيه هذي عبتي عن بيه هذي نوجستي أيضا ماشي يسكت جوكتو سفر قلن هاي جرهم لقي جرى عربي ماشا مكا أبتد إن عطائي في نوك هدقنا ماشا والاس كم مري جرهم بيه بيه أمنا أهم بيه لهين وحبا لهين بيه يا ميل أكتر أكفر دقنا سفرها مرداسي وحي أركا شبرا سيدا أدول دولي ماشا بيه كما أنه أغير شبرا سيدا وحان مدى ميل بيه لإنه كدقيا محيح لا وقف بيه صادر يا مصافيري مركز العلمي ماذا جوار يا سلام عنو بيان إسكن من جسنا إذا جوار يا رعويل من جسنا إيسو بيان هل كان يو سيدا أو بيان لا وين مقدام سفر كذا إيش يعني سفر كذا نوم بايمت جوار جوار السلام أيضا نفس هذا العلة هذا شيء ممتع وحي هذا ما من نوفا صح يا سائنا كل سود دقنه ومبيان كل عبنا هل كان سود دقنه هاو عيدين وقلانية لكن بشرط بيها ما ديك انتم بين نسانو هذا هو يقوم قبس كرتان بياس ما يعطان كاك انتم بين نابل ولا رجلهم ليرادو عربية هاي هل كاسي مركز سود دقين رجلهم هل كاسو كود احبر باري نبي اسماعيل واللغة عربية ماشا سوبا كبر باري وكو قرسلي مركا عربت وحا ليرادو أولاد اسماعيل نبي إسماعيل أولادي سوى ليرة عرب يا عربت ليرة مركا نسب كالنبي صلى الله عليه وسلم أنبياء إلهي سود دري ورن كل جود نبي إبراهيم بيكو أفتر سدا لكن أنت كلون نبي إسحاق بي مريا إلا نبينا محمد مريان صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي إسماعيل مقلية إسماعيل بن إبراهيم مركا أفتر كالنبي عدنان بوكو إبيا عدنان يوكوغي وللنبي ابراهيم لما قال انه نبي اسماعيل النبي ابراهيم هو ابتر سنه ينا ولا سكوا بقصيه لكن ابترك انت عصر لو جوجي انت كسي كرسو مسو ارورين مسو ارور لك انت وما الا برتا يا واجب الى عدنان بار برنيا فك النبي نسب كيس واسلا صلى الله عليه وسلم ما ورد في نسبه الشريف عليه الصلاه والسلام نبي نسب كيسة وحقصة أروري فضائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعثت وحلي يسو صارين ونبي من خير قرون بني آدم بني آدم كقرنياك زكي أخير بدنا فقرنا مد أخير بدنا من كي قرن هو مغلصة قرن أخير كبدنا وحلي يسو حتى كنت من القرن الذي كنت فيه إلى أن قرني أروى أن هي أن سوجا رواه البخاري وعن واثرة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إلهي وحو دورتي نبي إسماعيل أولادي سي وحو كدورتي كنانة مكلينا واصطفى قريشا من كنانة كيف كنانة وحو كسي دورتي قريش بك دورتي واصطفى من قريش بني هاشم قريش من بني هاشم بك دورتي واصطفاني من بني هاشم أنا من بني هاشم با إلهي إلى دورتي ونا من إلهي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث كان إمام مسلم أوريني نبي عليه الصلاة والسلام لما موه لين في ولادته من المدرسة من أبويه أخ ولا أخت ولا ويل أنا لما دلني جبرنا لما دلني ولا رم قبلنا عليه الصلاة والسلام أبيه ويدعي دلني وعبد الله بن عبد المطلب يا آمنة بنت وهب نبي محمد ما يدلني صلى الله عليه وسلم ولا الكلام ما من المكلم ما يسألني أولاده الكرام نبي أولاد ديسي صلى الله عليه وسلم نبي تدبع نبور علي أفر قبلو دي سدح ويل أما بناته عليه الصلاة والسلام نبي قبله سوف أربع زينب والرقية وأم كرثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن أفر تاع قبلو دي نبي علي وأما أبناؤه ويلشيس عليه الصلاة والسلام فثلاثة قاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله تعالى عنه أما القاسم فأول ولد له عليه الصلاة والسلام عن بأمور يقولنا شيء أولادي سؤوينا قاسم والكلينا سادرت أبعنا بقول الله أكون يا إياه أبو القاسم علينا قبل النبوة انت عن رسولك اللي قد نجد هرتين بونا شيء في مكة المكرمة بكونا شيء وبه يكنى يا لو كن يا النبي ابو القاسم وعاش حتى مشى وانه لا اله الا هو قال لك هذا وصعده من صعدك بالله ما هو سوى ايو دنت واما زينب كما ناس اكو حكت فهي اكبر بناته قبله سي ابو وينه ولد سنه 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم نبي دعني سو مركي سدو سنه هي نبي سو شري لما تجلو بوسه خديجه بنت قويل مكو غوسناي شان يا لواتن سنه جرا ايدو افرتن سنه جرت شان تون سنه نبي قويل مركا اولاد دي سو دنا خديجه لحنا ودا شهاد ويل ابراهيم ويانا لحنا كلا خديجه ودش خديجه بنت قويل مركا نبي دعني سو مركي سدو سنه اهي يا غبدي زينب ودلت وعن بيس لما مركا وأدركت الإسلام وين ويناتيو وين جورستيو إسلام كي سو قالت وقبلوا أفرتوا وين ويناتين هو اللي جورسيو وأما الرقية فولد دوالا لسنة 33 سنة كي صدن يصدح من مولده عليه الصلاة والسلام نبقى دلشدي يعني دلشدي سي صدن يصدح سنة مركو نبي جري أيين دلت الرقية وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان بن مرسدي وتوفيت وينمتي والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر نبي اسوى الدجال في بدر كم قال ايه نمتي رقية وزوجها يعني عثمان بن عفان عثمان بن عفان ذات في بدر كقيب قال موسى هاي نبي هو علي قوانا حنوسن ايوب كان نبي وبحي وبدر وبحي marka wuxuu yiri yani dadka badar wixii ajir oo ay leeyihiin baad leedahay
ujo gabadha ka tagay marka uu yiraahdo isaas intu magnaabayna marka dhimatay fazawajahu nabigu wuxuu u guuriyay Uthman ibn Affan Ummu Kulthum buu u guuriyay markii uu soo laabtayna Ummu Kulthum oo ka yaray ayadoo ku daray wasumiya marka Uthman waxaa lagu magacaabay bidin nuurayn kii labada nuur saaxiib gaaba hayl ma soo marin baa leeyahay wali nin guursaday laba gabdhood oo nabi uu dhalay oo asil Uthman ahayn ma jiraan waa fadiilo ilaahay asaga ku khasaysay oo Uthman ibn Affan ilaahay uu ku talagalay marka dhin nuurayn Uthman ibn Affan laba gabdhood oo nabi uu dhalay buu guursaday Ruqayya iyo Ummu Kulthum وأما فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فولدت والد سنة 41 كوي أفرتن من مولد النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركوز دأني سكوي أفرتن أي هاي أي فاطمة الزهراء دلتي وسميت فاطمة الأمة العام لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها على النار أيضا المها لو إلهي نار وكحرمي وتزوجت بعلي بن ابي طالب بن بوسته كرم الله وجهه في السنه الثانيه سنه لبعد هجرته ولها من العمر 15 سنه وخمسه اشهر مكه سنه لبعد هجرته مكه المدينه ليم ايام مكه لبوسته فاطمه وسيد علي بن ابي قدره مكه 17 سنه جرتي هي شامبلو يقول لك الدعم يدو أهل ولعلي 21 سنة سيد علي كوي لا تجربة أمريكا كوي لا تجربة هي خمسة أشهر وهي أفضل بناته وأحبها إليه قبله سنة قبلنا أوفن بلوا فاطمة الزهرة مدو أوجع على قبله سأي أهل سيد بكر باوي ديستي سيد عمر باوي ديستي قف كستو وين ديست النبي عليه السلام سو كأ مسيين إلا سن علي وقدر يعني أمر إلهي حق يساوه وكان وحوى النبي يقول مدير هذا فاطمة بدعة مني فاطمة وقيم أنا إجمدها فمن أغضبها قفك كعريسي فاطمة فقد أغضبني أنا كعريسي فاطمة وقيم أنا إجمدها أدم النبي وجعل صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الرسول أولادي صلى الله عليه وجعل النبي عليه وسلم ذريتي سي علمه يعني نبقى فرعي سأنا وفاطمة علمها دون وقال لها النبي وحكي أو ما ترضين ميا لحال نقولي فاطمة أن تكوني سيدة النساء أهل النساء المؤمنين مؤمنين تأوين كونوا نبينا سيدة أفضل بنتها سيدة ودياتها سورال كبتيت رواه مسلم توفيت بعده نبي القداشي سيد متى عليه الصلاة والسلام ستة أشهر أيضاً بقى الدنيا وبدا بس النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً لح بلاد بكده بس فاطمة الزهراء نبي لح بلاد بكده بس ولم يكن للرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمسونا نعاقب أولاد المو إلا من ابنتي فاطمة وعن المكو أبتر سنة يا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ودريد يسال الله يبجره إلا فاطمة أولاد النبي يعني آل البيت كأولاد النبي يكو أبتر سنة وفاطمة أولاد يدمون فاطمة بنت رسول الله وأما عبد الله فقيل وحلي مات صغيرا بمكة أصوه يربو مكة كنتين وحال يسكو خلافة إنه يعني قبل النبوة ده شيء إنه هرتد يعني القداش هذا الشيء لكن سوى ير مركو ده شيء موجود وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كمان مارية القبطية اللي يراده ومركا سورية ده هاي أي ده شيء ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة سنة دي سيدي ده هجرة ده مش ذي الحجة عرفه مش يعني أيو ده شيء وأما أم كلثوم فهي أصغر من فاطمة وكيرت فاطمة وليس لها اسم غير هذه الكنية ما قاعد أم كلثوم ما قلني فاسمها كنيتها ولدت بعد البعثة بعثة قداش هذي دلتين وتزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه سنة 30 من الهجرة سنة 6 هذه الهجرة بركي بدر لغسل لابتين
أيو مركا قول سدي بوحي من الله وحي إلهي حق سابه كقول سدي بعد موت أختها رقية ولاشة رقية مركا قول ولذا سيدا درته يا لقيبة وحال لغونا نيسا لغمك عابا سيد عثمان بذن نورين كي لبدا نور أصاحبك هاو رضي الله عنه وارضاه أزواجه طاهرات نبي هوين كيسي طاهرات كاها أمهات المؤمنين كنا إحدى عشرة امرأة كوية طبن بيهاية خديجة عائشة حفصة أم حبيبة أم سلمة سودة زينبة ميمونة زينبة جويرية صفية أما خديجة وكوية المركز سقال مكان انت مركا نبي ونور الوغد بيس لكن زوجات كيسو كوية طبن بيهاية أما خديجة هي بنت خويلد خديجة بنت خويلد وي رضي الله تعالى عنها هوان كان نبي قلت أخر رئيسة هاي خديجة الكبرى أم المؤمنين فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيها قرسدي وهي ثيب أيضا قرابه قرسدي ولها من العمر 40 سنة أفرت سنة جرتي وكان سنه عليه الصلاة والسلام نبي نوح جري 25 سنة شن يلا ما وهي أول من آمن من النساء هوانك مؤمنين تا قبل أبوه الرئيس إيمانك قالت به وكان عليه الصلاة والسلام نبي نوح لا يسمع من أن مغلي شيئا شيء من رد عليه وتكذيب له مركي لصوص صار النبي عليه الصلاة والسلام لما تبدأ بالله كله ولا نبي جري من الله مركي لصوص نبي وهذا لحم بالو أوريا نبي ساحر بيورن جري كذاب بيورن جري مجنون بيكون بي وحول بالو أوريا مرك هذا نب أسأل نبي يوم مركو مغلو يبيرن لبيرن أي أو فيحزنه ذلك أرنت أس إمرؤك لسوء لمرؤك مجر إلا فرج الله عنه بخديجة خديجة أم إلهي مرؤتا أو فيديا إذا رجع إليها مرك أصول الله تؤيمن تثبته نبي ويسوه يسا وتخفف عنه مرؤتا هيسان ويكفض دينيسا ويدجين يسا مرؤتا ويكفض دينيسا وهي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دونتي نبي قال لنفسها أيضا نفسها ويديسته قائلة الحالة تهي له نبي قال وحيوتني يا ابن عمي أدرك ويكيسيو إني قد رغبت فيك وانك جعلاني لقرابتك قرابة آتهاي إيه وأمانتك أمانة هذا إيه وصدق حديثك حديثك على إيه شكد على فرنما هذا هو محمد الأمين بيورجنا زوما ويقان الرب رشيد ربن مركز الرسول كاللغن نغي وإلهي الوذي وينسك قاف وحن إله ما هو قرية واحد سويستين ويه إلهي كنغي عابد مركا ومينا وقال له علي تمن ميالي مركا وردت كاسية وجعلها محمد الأمين بيورجنا وحكستو يعني إسكو قبصدانا أسره يودي بجري عندك السبب ويجعله مركا أيضا جعلاته وحي تري وانكو جعلها هذه مركا أدقى أدقى أنكو قارته وإس قول سنينا أما أنا ذا يصدق حديثك يا قرابة أعطاه درته هيا أنكو جعلها وقد خطبها الكثير من الرجال مركا خديجة قبل عقل بضم بيهاي وشرف بضم يا قرشات وقو شرفت بضم حولنا لو قبل هنتلا يا هاي قبل أهل وجعلها بيهاي وقد خطبها وحصودوني الكثير من الرجال كان فرم بضم بهوي دي سمي كبار قومها قوم كذا رجل وويلا يا هنتلا يا مرع على هاي ونن وي وي دي ستي فأبد وي دي دي واختار لنفسها نفتي هذا وحي الدورتي التقية النقية أحد كتقلها النقية إسافدها زين الشباب اللي يرد قروح لها وفخر الرجال رقفان كلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان وليه عليه الصلاة والسلام نبي ولي في زواجه مركا ولي أبوها يقول إن يا عمه أذلك ويا بطل وقد قضى معها ومركا وحا مركا جورك يخطب أرنت هذه يا ويدينتي ويدين كمان لو ويدي سنة وحمر كاس سمية النبي أدير كيس وأبو طالب
وقد قضى معها خديجة معها نبي نبي زهرة شبابه دلني رني ودي سئنتي أوفي عليه دون خديجة أي لقعتي فلم يتزوج عليها أنت أيضا نولد دورك لما قول سني نبي عليه الصلاة والسلام ولا أحب أحدا أحد مجعلان من البشر كم من مثل حبه الهاسو أيضا أجعل ولي يقف مجعلان وظل روح أهادي طول عمره انتم نولا ولي يذكرها وكشيكين جري خديجة بنت خوي مركز أولي جب سو غالي ويكرم أصدقائها ومعارفها صاحب يددك أيضا يعني أي خفيق أهيل ودن أي إكرام جري أي سبب تهدو إكرام جري وكانت السيدة عائشة وحي أهي عائشة وحي أهي رضي الله عنها شديدة الغيرة مصير كيد مدو دريا هي منها خديجة كما سيرج خديجة أنولاي ونبتين بكم فسيرج ما هي وما سيرسا ولكثرة ذكره لها نبغى إن بدل شيخ شيخ مركز خديجة ولي عائشة مركز مسيرج تيو خديجة وين نبتين وأدق وينو نبتين ما هي مدك خير بدل وجر ما إلهي بوجو بدلهم محمد مركز هو شيخ تابعنا بقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس من جد عائشة مركز النبي وشيعي يا أمان تهدي وحياة هاي فضل خديجة خديجة بنت قويل فضائشة هذه لقد بلغت خديجة وحي قالت الكبرى المنزلة القصوى منزلة الرئيس منزلة هي درجة الرئيس عند الله ورسوله إلهي أكتيس هي رسولك أكتيس درجة سريك قالت كان يأتيها جبريل جبريل بإيمان جري بالسلام من ربها خديجة أسوى السلام أمض جبريل سودة جاء من فوق سبع سماوات يسلام كولا رسولك وإيمانا يا مركز لي رب ربي أهل سلام يا خديجة أي سلام يا أشك وقد بشرها الله إلهي وحبه بشاره جل جلاله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام نبي عرب إيسا ببيت قري في الجنة جنة كيانو من قصب قصبة لا صخب فيه ولا نصب كل جنة كوية قصب كوى جوهر يعني تسيد التيرنغ وكلا أصم يسروا آل قرح بضان قل قاس قل قيلة ويكي يريس ماها ميل دال يلور رفاغ ينا ماها وقل جنة كوية للرحاوي لا صخب فيه ولا نصب والروى شيخان مسلم يا بخاري وحي وريان خير نسائها نساء زمانها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وقت جي هوري قبلها وخير بن زمن كيدي مريم بنت عمران نبي عيسى ويدي وقت كان دبر خديجة بنت خويلد بابو فضل بن دور خديجة بنت خويلد زارت النبي النبي وحسر زيارة صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز إسلام وهي لها نبي أتمن في بيت عائشة رضي الله عنها أسوى نبي جو قري عائشة جو فأكرم مثواها ما مدي ويلين أتمن وهي كي النبي سود وهي وبصد لها الرداء وقيس وقبله فأجلس عليه وكفر زي وبالغ في الحفاوة بها سيد إكرامي أب وحي الإرادة عائشة ولا يعطي ما بدنا نسرع نبي هو إكرامي فلما صرفت بركة تكتي سألت عائشة وي ويديسي عنها نبي أي سؤال شيء سلانتي وي ويديسي لتعلم سبب إكرامه لها سببت هو إكرامي إني أقاته فأخبرها النبي وحشه صلى الله عليه وسلم أنها أيضا كانت وحيها تزور خديجة خديجة صاحبة إنه يهيدو ما بدنا أسمك إنه لخديجة مركز هو إيمان جبت ويزور زيارة هذا خديجة نمطي سيد وائم هو إكرام النبي عليه الصلاة والسلام خديجة هو إكرام جرته وماتت بمكة مكة يكون نمطي خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين هجرة صدح سنة كهر هي مكة كون نمطي وسنة تمناد وهي بعثرة لكن النبي الرسول كان لقد عليه الصلاة والسلام سنة تمنك أحد هي خديجة نمطي وصلت خديجة بنت خويلد ونبقى زوجتي سأهيده يعني قرب كأوه هاي هي أذيرك يا أبو طالب والله بدو ما نبقى الدفاعي جنو قرب كأوه ها يا الله بدو ما سنة لنتين
سندك أو حلو مقعد عام الحزن سندك مركته النبي عليه الصلاة والسلام يوم من إنتهى قب ضبة كوي من مكة أمريكا كتير والله كبير وين رأب راشد وين نبي جري مكة وعام الحزن وين سنة لهم وعام مكة صدح سنة كهر هجرة أيام نبته وسنة يتمنى هجرة صدح يتمنى سنة مكة نبته مكة ونبته نبزه هجرة وهي ابنة 65 سنة لحدا يشان سنة يجرتي وكان مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرك إذا أنت النبي قال لنا عليه 25 سنة سنة لو تصل النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام وأما سودة سودة قبل لنا هي بنت زعمة زوجة بنت زعمة رضي الله عنها أسلمت وهي إسلام تقديما تدك إسلام لماذا أهل رئيه كم من هي سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمرسل بمكة مكو كوغوسدي بعد موت خديجه خديجه مركه قبلت نقول خديجه اللي متقدم ومو دمر بدل غوسدي وهي ارمله السكران ابن عمر سوده وحواي مركه قبي اي غرام كنقطه مركاس سكران ابن عمر اللي يراد ما تزوجها هو بنتي وهو من المؤمنين مكمل هدفه سوده الاسلام كقاتل العريقين في الايمان ونال شرف الهجره الى الحبشه لماذا وحي أهجرون أرض الحبشة أهجرون أرض الحبشة أرض الحبشة وجزء أفريقيا لنا ده شرق إفريقيا يمن لقصوا بالله إلى ركن يا وحلو أرنجري إلى إثيوبيا نعم يا وحلو أرنجري أرض الحبشة بقر كمركع حكومة يي حبشة حكومة يي مركز نجاشي بالأورنجي نجاشي بقول كسوة حوشة الحكومة نجاشي بالأورنجي كان أسحمة ابن أبجر أسحمة ابن أبجر اللي إذا مركع نولا وبقول كمركع نولا مركع سنة دي الشنار أو بعثرة مركو نبغي شنسة رسولها عليه الصلاة والسلام شنسة مركو رسولها وآد مكان لو قلت بي تدكسو إسلام إسلام ماذا قاعدتين بي آد لو قلت بي يرسول كير عليه سلامة وسلام وحنيدين إدميا إن الأرض الحبشة أهجرتان فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد ملك عادل هو ضد كأكثيس أن لودل من نبا هلك هايسته وهاجرة دولتي هو ويناير مرك هاجرة روم يفرس ينام هو مدر حبشة ونام مرك أوتر الصحابة هلك هاسي مرك أهجرتان سيدتن يسدح صحابي بهلك أهجرة سحابتها كأوجرة وحكم بها عثمان بن عفان سيد عثمان باكم بها يزوجتي سرقية بنت رسول الله يا كم بها تلك كأوجرة سحابت بركة كأوجرة وحقائده هاي وبركة أميره هاي أهد لي جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب بركة سحابت هو هجرة أرض الحبشة تجاني توبي إمامة بركة توبي شرق إفريقيا أي إمامة مدام بدم بس عبد الجوهر هلك شن يتوان سنة الجوهر هلك شن يتوان سنة نجاشي ماشي هو إسلامه نجاشي بقول نجاشي ماشي إسلامه ماذا كقاطع نبي موسى تجينه موسى أركين لكن هو إسلامه وحل هذا وتابع زمن النبي الجوهر عليه الصلاة والسلام أم قدر النبي أركين تابعه هو عبد الموار شن هي تبان سنة، مركز حاولنا هلك أقص بناءه، وحيصل لابتن، وإيمانه كوي أود به إيمانه، فتح خيبر، خيبر مركي لفرنا هي سنة 70 من الهجرة، سنة دي تضباط وهجرة، سنة دي تضباط وهجرة، خيبر مركي لفرنا هي. أي مركز صحابة جعفر يا صحابة اللي سعد مركز سيبان قال أنت خيبر لفرتي وأقول النبي قلنا عليه الصلاة والسلام لا أدري بأيهما أفرح أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر ما خيبر وما أنت قعدت مسلمين تزوج جميع قمر حياة مس قدوم جعفر وأصحابي وأنت أصلا مغنا قوم مغنا هالكاس ميا قفر حياة مركز صحابة إلى شنو توصل الجوال كان صحابة بدل ما كنا على تهالك
قرن وي كدنتين اسلامك و خو سو غاري با ليرا شرق افريقيا وقتغاس انت عربت انت بدن اسلامي و نبي مدينه و سو هجرونين و مدينه ان دركان اسلامي ان غارين بو هرتيد با اسلامي دا هلكا سو غار مركه شرق افريقيا جيز افريقيا اسلامي دا و قديم وحش لهيد ما وحش لهيد ما وقتغاس اسلامي دا سو غار مركه سودة بنت زمعة زوج كهدي سكران من عمر ديك الليلة هل كان سقود انت صحابة هل كان وي جنوتي بوها ماشا سقود انت انت اي جوغين مكة تغين ارض الحبشة تغين يا عرب قريش دي وحي كسو دوا دراء وفد غير مكان نما دي بضم بيهاي وفد بي كسو دوا دراء مكة وغادة صحابة دي هل كان وبحن عمر بن عاص صحابة الليلة ومن عجيب اها يعني دهات من دهات العرب بالينا تدك او يعني ادك او عقلي بدن اي او فصاحه بدن الهي ان اد روح بدن وها بالي نلقى نيتوبي ما ندير من قرع سنتو تجاريستو هايو يعني او يقن يعني او ما ندير ارض الحبشه وكا بقر كي نلقى ني ويس يقن اصلا يعني اللي عبد الله بن ربيعه لو سو دري عمر او ادا نكاس كو في عند نلقى ني يقن ارض كدبتك باليرو يعني كدر بقر كاسو عيريه كدر راسو هدي انت سوق عليه ومركا او يمد بقر كنا جاشي او يمد و خن يري نمن يري يرا او يعني ددكودي كسو عرري ايسو كسو تغي اسكو دحين هيشي وايين او فدنا اي سمايي درت دينت دينتو دي دبو خلافه اي ادي ودن كان سوق غلي ادي غير وحي رمان اني دد كافن نيان مركا تركود وحي يعني ابيالكوديو وحي كويدينيا ددكودي اسكسو علم مركا عمر روحو يعني بقر نجاشي وحو يري دو قف اني اي يمد او اسو دورتي اسك علم ماي بلرتو وان ويدينيا وحي وطاني وحد سيريس او ويدينيا مركا شرب وقبتيو ايغن هو يري عمر نبيشو سوفر استي يريك الله سعيد عبد الله بن ربيعه واسقرنا يا مركا نمكا صحابتي مركا كان عمر وكدو يمد وعيد هذا ما هكذا ما قدوا ما قدوا يا ما هذا لي جعفر بن أبي طالب يا مركب هذا لي يا سيل مركب حاد قف حاد من سنتي بقية واحد من سنتي ما شيء وهاي بيو أمريكا أنا وحنا هين بوير قوم نارن حن كسوان وين سدلي جيرني قف قف بو خوبدي ودلي جيرني ظلم با سمين جيرني يعني واز ظلم جيرني انا غو نول الحن كو نول يا الهي و خو نغا سو دخساراي نين ان غرانينا نسب كيسا اي مغعيسا ان غرانينا يا الهي نغا سو دخساراي الرسول و خو نو ييري ان ان الهي كلغي وحيدنا او وحنا نعابدينا اصنام تا ان اسكدينا صلاه ان ان توكنو قرابده ان ان خيرينا درس كإن الوناجنة يعني صفات ذو مكشة مركز وحو يري رسول كالذين صدر يعني كالذين صدر القرآن كان يوسو دجي وحما إيقا أغلق كرتا نعم بل وروح كم بدن واحد سورة مريم ومكا أخري سورة مريم وكشا كاين يسو أول كيدو لك كشا كاين يسو قصة نبي الله عيسى يا دلشدي يسمر كو دلنا يا مريم بنت عمران كشكن مركه مركو اخري جعفر بن ابي طالب سوره مريم اول كيدي مركو اخري بقر كي يو رغي مدخدا هاي دنو ودا اوينا حق دينته يو اوينا ودن وي ودا اويا كلي و خول يي مركه بقر كي نبي عيسى و هو امن سنا يا نبي و هو امن سي هي وحي اسكو خلافسي ما جرى واسكو مد عمرو هديتي هي وحي اد كانتي وا لوو علنيا قولدنا انت الرباب بي جوغيا ودك امن بي كو جوغيا انت هوني سنه وجد الى هو ذاك العابدين دين تو ذاك كو عابد بس عمر ماشي بو دياسو ارنتي سي اسو روبي ويدي ايو كسو تلي مرتاس عمر بن عاص صحابي جليل وما هو ده مركز ده تاريخ ادغلا او ركن الى مصر يو
يعني قدس إيه ركاسون صحابي فريج وأمريكا أمير كذا فريج لكن قول موسى إسلامي سنة التضابط موسى إسلامي خالد بن الوليد أصي سنة التضابط أي سو إسلامي أمريكا أمريكا صحابه حاجة كسر نقول يعني إيه أمريكا سو إسلامي إلى أنت صحيح هي ذاتي كنت أغنى نبي يعني إسلام كنبي رسول كنبي عليه الصلاة والسلام دي أنت كور أنزلها قبل لكن إلهي سبحانه وتعالى رسول بسوء دعيمة يوسف ريه سيد قلاد الطائف وكلا ومن كوي جنودي إن رح كلا دالين هل هلا يوم كلا ينبي ودي عليه الصلاة والسلام لما كور إلهي كسر صار يبو يعني إلهي وحيد دين تنول أساسا رجينا يا من بقول عليه الصلاة والسلام رحمة إلهي صادر يكون صادر هو عليه الصلاة والسلام مركا عمر بن عاص مر لبعض وكسر نقد النجاشي نجاشي نفتي إسلامية اللي لو يمكن يعني ورسول إلهي أنا هو الرومية رعبا كقول الله تعالى يا أبو كير من كاسو عمر من كاسو نسلاني يطلع عمر بن عاص من الصحابي هو أسلم على يد تابعين غيره عمر بن عاص مركا زوج كيد وكل أنت أرض الحرس وكل أنت مركا سودة وقد بلغ سودة ويجارت من العمر الخامسة والخمسين كنت هي شمس العيد وجرت يونبي وقرسد عليه الصلاة والسلام فهي أكبر سنا منه عليه الصلاة والسلام نبي ويكويني وقد أسلم من قوم سودة كثير من الناس ضد بضن وقوم كيد كم من أصول إسلامه فدخلوا في دين الله بسوق لما رأوا مركي أركان من السيد الأمين والنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الزواج كمان نقول جور سري جور كان يفيري قلب عيد عن الأغراض النفسية وقفوا ده نفتي سهطوا دنينا يا ده إسلام وين هو هي لموسى جور سري نبغى جور كيسان بدل كم ده يعني ودعوة وضدك كحين يرينا يا بيه نبغى عليه الصلاة والسلام نيجي أبو سفيان أنا نبكى بدنا أنا ضدك أقول نبكى بدنا يا رسول كني من جلد قال كحل فاني مركي عبد الله أفيكم محمد أفيكم أبو بكر وأنت ده يقول لي والله أفيكم عمر بولي لنا العزة ولا عزة لكم اعلو هبل اعلو هبل وكفانا يا إلهي وكفانا يا أبو سفيان وسيدة أول نبنا قبل نيسو نبي قرسلي عليه الصلاة والسلام مركب قول كيس أغرانتا المحكمة هاي دعوة يا هاي تدكو قسو جيدة يا نبي عليه الصلاة والسلام رحين يا مساهر يا مساحة يا وحو رحمة إلهي صادر يا هاي نبكو ضمنا يا وحا إسمين يا نبو أدو الغادري نبو دوسو ولدنا عليه الصلاة والسلام وأما عائشة عائشة هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة نبي مكة كدور عائشة سنة عشر من النبوة سنة تبنى النبوة مركة نمتة حاسكي سي خديجة نمتة عائشة وير أيو نبي ويديست أو بكر ويديست قبل الهجرة بثلاث سنين هجرة سنة حسنة كوربة أهل وعمرها ست سنين ولكن النبي دون يعيش هو دي سنة يلح سنة يجت وعرس بها بالمدينة المدينة ونبي قو عرسي ولها تسع سنين سقال سنة يجت لح سنة أيضا يجت أنا أقول إن هو مهري أول سيء سقال سنة مرك يجت أنا النبي قول أقل قلة وكانت وحي هذا حب نسائه صلى الله عليه وسلم وين كي سمته وجع لابيه إليه نبي وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه وعلى وحي جعلات موسى من جري النبي عليه الصلاة والسلام وكانت وحيه مدة مقامها معه عليه الصلاة والسلام تسع سنين سأل جن أيضا هو نبي قرسي الله عرسي سأل سنة لجرت سيدة يتون سنة سوى جنة ودنت نبي ومات عنها نبي وكبنت ولها ثمانية عشر سنة سيدة يتون سنة أيضا جرت ولم يتزوج بكرا غيرها قبر بكرا أنا عائشة هي من قرسي نبي عليه الصلاة والسلام انت قرأ قرأ بها من قرسي تمر كذا وقصوا نقرب هاي لكن واحد بكره وقصوا العايشة كذي مرجع سقال سنة بس هو بين النبي لجوت عروم بيا هاي وكانت فقيهة عالمة فصيحة قبل أيام علم الصحابة كو أو علم قبضن بيا هاي فصيح بيا هاي قال فصيحة وبلاغة بدن بيا هاي كثيرة الحديث حديث كأي هو لسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الحديث في رسول ذلك هو حديث بلو بيكمتها
حديث ورنت أنا ما كنا يرى مدة لا يرى أيضا عروة أيضا من الذي يكتب بين تاسع علم أنا بكحم بارت عليه الصلاة والسلام ما تب بالمدينة مدينة كل متى وهي ابنة ست وستين سنة أيضا سيدنا يتوجهون هناك ورنتين لحنا يلحسن أيوة أيوة جرتين قمت إن بلو بينهم كده بيسي سوا إن بلو بينهم كده بيسي وما ولدت قط وحمق وميس أبنى للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت تكنى بأم عبد الله أم عبد الله بالأورنجل بابن أختها عبد الله بن الزبير ولا شيء أسماء بنت أبي بكر ويلكي عبد الله بن الزبير يا لو أكوية أم عبد الله بلو يرجع عائشة لكن أيضا ما يسمى للمهم وأما حفصة وهي بنت عمر حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وهي أرملة شهيد بدر من بدر المدلي ذلك دعالك بدر كل طيب يا مركز يا قبي جلوي كبروا أريس بن حذافة الأورنجلي رضي الله تعالى عنه فقد أسلمت وهاجرت والإسلام تردد كي جلودي كم دهي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاثة من الهجرة سنة ستحاد الهجرة يا نبي المسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الخامسة والخمسين من عمره مركا كنتن يشنبو جري وطلقها تطليقة واحدة مربو حلقا قد كفري ثم راجعها وسعلي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي مركو طلقت كسيدا حفصة نبي وحي ما كسودري وحلو يري راجع حفصة فإنها صوامة قوامة حفصة سوعلي رسول الله فإنها صوامة قوامة وقبر صوم بدن همين كنا دعا لإله أتاقن يقيم الليل بدن سوعلي وإنها زوجتك في الجنة زوجاتك جنة لو يكبت هاي سوعلي قبر نساس الوين مركز النبي سوعلي وسوري جعيسي مركو حفصة قرسلي وزوج كذي نكذي ودنتي يعني بدر نتك كل دنتي وكمل هكو شهيدي عبار مركي جوكتي نبو عليه الصلاة والسلام وهو أبا نقي سيد عثمان على هاي أبهر عمر بن الخطاب وهو أبا نقي سيد عثمان سيد عثمان هدي آد ديارتا هاي دونيسو حفصة كبوطة ريابي سيد عثمان وحو يلي وكسو فكرة ياهي وقتي سيد مركو حوغا كم مقنال وحكويبي سيد عمر ويمده وحكويبي حتى وحقيه ظاهرتي حتى وقتك إن أنا قرسن كريمي وحي المركو جوغي وحدة لسي أبو بكر ومر نغي سي أبو بكر وحفصة كبوط رأي وحي إلى محد جوابي مسوع علمي وكفر سنة يمانه الهير يمانه المير يمانه شبه يريدوي حقابة إقالي بريس العمر ويرحنا قيادة دليل أن قبرنا هذه قبرنا هذه كو إكرانتية تران يعني داد كوان ونكسر وإنه خير كا قبرنا هذا والمدرة قبرنا ما هينا تران هذا أنه مانا قبرنا مانا ننو الرادين أي ماي قفي عن والمدرة قبرنا هذا يعني هو تلوي إن النالفي عن قبرنا هذا قدرته دي خلفاء خلفاء الراشدين كي داد كو خير كما دمت كملا قبرنا هذه هدات قدرته محاد ملايين فالكع حقابة إقالي بريسي العمر سيد أبو بكر ويقع آمسي وحبي جوابه يمسو عدن مركي وحير عن جوه كدن رسولك أياسون ويديست عليه الصلاة والسلام وعمر بن الله دوحينه حفصة إبدر دم هذا الباجر ذاتك كروب يعني خلفظه ولا هذا رجل خير بدن أتكدر إذا دوم رسولك عليه الصلاة والسلام نبو كل نكاحة مركاسو سيد أبو بكر بأوي مدى أرده يسر عمر عمره مركز حفصة إيسو من نكتي وأن كلها النواية أن كاها مصي إن هذه عرورتي بالغية بها ما يعرورتي محنكو عروي وانكو إكرامي قبلنا يدي بانكو إلو وانكو دريا يعني جواب حتى إيمان سعيل حتى ما إيمان لهم وحنكو جواب وانكو مكرا نيسا أدى أنكو شريا قبلنا وحنك أقابو يلي إنو النبي عليه الصلاة والسلام ربا وسيدة أبو بكر دي النبي صحيح كي سخاس كابو هاي مكتب عندك الروح يقولين بو أصيب أقولين أشيني إنه حفصة نبي بروايان أجا هذا هو إيه هذا ورجوان قفك لها أشيني قفنا وقودر حدين رسولك ربي عليه الصلاة والسلام هذا هو إيه سرت النبي إنه فافيا ديني أشيني
إلا أصو نبي وي مالو ويلا غون يودر إن أن هرتي سي شيغان ديدي هدو نبي اسبدلو أو كبا حنا أو إن نقول إنه ينسكدا يا غوندنا إن أن جوز أنا أجيما روا هاي يودر إن أن كودا نبي مركب وحن كو جوابا غيروي أمس كو حكاني وأساس بوري هدان كو شيغان سرت نبي رفافيا ديدي هدان ماي بس وي أبو دانا ترسل كادو كبا إنا إرادة رأيو نقدر قبرنا قدرنا مركا آم صباح هنا إيسو رأي من جرته مركا آسو مركا سيد عمر رفعال نقضي دي ووشا يقيد دي حقيقة دي ووشا يقيد مركا نبي عليه الصلاة والسلام أي المرسل روا عنها جماعة من الصحابة والتابعين جماعة بدل الصحابة كم إذا أي حديث ككوري حفصة بنت عمر وماتت في شعبان سنة 45 أفرتني يشمرك هجرة أهل أيه دمته وهي ابنة 60 سنة ليه ذا سنجد وأما أم سلمة أم سلمة قبل الليلة هي بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها واسمها هند فكانت وحيها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هرتي وحق يعني قبل تحت أبي سلمة أبي سلمة نكليها واسمه عبد الله بن عبد الأسد وكانت هي وزوجها أيضا ينك هذا هو وحي آيات أول من هاجر إلى أرض الحبش صحابته هو الرئيس أرض الحبش ويجرى ذي أي آية ومات أبو سلمة بنت سنة 40 من الهجرة سنة دي يعني أفراد الهجرة أيوب بنتي أبو سلمة فخطبها أبو بكر بصدر أنتوا النبي عليه الصلاة والسلام زودون سو بكر بويدي سمك وراء أبو سلمة فأبد ويديد مايا وخطبها عمر عمر بها درويم فأبد ويديد قول ديار وما هي فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كامرك أذيك وصدر يوحو لي إلا سبور سنة دوري فقالت وحيتني مرحبا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في إله دميان مايا ليك وقالت لابنها وحي كتري زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الرسول كان انت اوشيغيو حلو دمه يو مركاس ديار بار الرسول هذا كوم علني لكن النبي عليه الصلاه والسلام هذا الاعتذار او عذر دار هي او شيغت وحي الرسول الله صدح اهل مود او له هي ما بو شيغيا هدي ادو قادنس ما دوني انا كو ديبو هذا الاخرين ارو مسو علني لكن صدح الريموت بان صفات بان لاهي صدح صفات مدوا مدكم هذا النقوي بان هذا وين وين هذا ترى بان عهور بان وتا وقفت هذي عهور ولا تدي وعليس موتة نيجي نقول شذو ودي وعليس قبر عيال بدن ولا تو عهور بان لاهي تن صدح صفات صدحنا إن نسكور رموي في عن طاير دلي على هان عاد بسير بدن بان هذي هذا دلو بسير بدن شديد الغيرة بانه صدح ذا إلا الله رسول في الله وهو رسول عليه الصلاة والسلام هدي أدوي ده أنا جبوا وين ونبي كير عليه الصلاة والسلام وأنا جبوا هذا لنا عرورة ميه عيال كأسيرتين عرور تيدك لما ديهينه عرور تيدوك لا تؤمن أبانا هنا بو عرور تا مسلم ما يسكت عليه ومدى الإسلام قدام بنو أبوه عليه الصلاة والسلام سفر صدحاته أشيرته مسير كأنا إلهي ما كان قبره إنه إلهي كأقاد عليه الصلاة لا زوجي إلهي كأقاد بس ويا جيم تنبي عليه الصلاة والسلام هو قرش ذي لو حسن يعني ملايين بيني مركى إمام مركى نكاء زوج كذي قول بنتي بحيث الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كم مقلي يوم كنت دعست نقول ما إيمان مصيبة مركى كقول عمل قف دو سفر هدو يرا ذا إله يوم مصيبة ذا إذا نجا أجرسين وحكا خير بدل ذا إيمو بدل تحدى سأكود عيسى اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها متك خير بدل إيمو بدل قلبي أو حيرس ورعاية أبو سلمة زوج كيجي وذا إيران تي تيس كون كرسي ذا وح بدل وذا نولايا قلبي أو حيرس ورعاية أبو سلمة متك خير بدل بدل دولة لكن محمد سبيل قاتل دعاء أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام فلنا يا متك خير بدل إله ويقول لكن قال له هي جديدة
أبو سلام وأكا خيبا سيلو هل دون مليما إله ليه يا وقوانا دا نكا دوري يعني أي وحبا لما دون الله أيان إلهي سو بركي قفا وخير بدن هلي مجد مركا قفا خير بدن إنا أم هلي أمام ملايين إني بيتري لكن دعادي دا وحان وقاذي قداشا دبان وقاذيو مركو النبي عليه الصلاة والسلام قرسدي سو نكا خير بدن ميزر هلي أبو سلام ميتك خير بدن بيش أم المؤمنين نقطة المؤمنين تردن هو يدي هو يدي بنقطة زوجة النبي نقطة عليه الصلاة والسلام بركة دعوينك إيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قفل أركب إنو حفدي وكد ذالان الدنيا وبركة وحكوية مادان وقول الله أبطه سنة أقول الله وكانت وحيد أم سلم من أجمل النساء هوينك مثل أقول حتى بدن بيحي وماتت عن 84 سنة سيدتني أفر سنة جزت ما كان دمانس سنة 59 كنتم يا سجال كي بعد ماتن ودفنت بالبقيع بقيع بالبدو جز حاول بقيع كنت بدك كم تاعي قبل قالوا عقلي بدون بهاء تاريخ دير بيكون هذا إسلام كوي قبل قالوا عجيبة أيها هاي الوهي وأما أم حبيبة هي بنت أبي سفيان أم حبيبة وبنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما واسمها رملة ما قاعدة رملة ليلى لكن كويلة ليلى وحلورني أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش أيا قبجر وهاجر بها إلى أرض الحبشة أيوه له جرودي ثم تنصر وارتد عن الإسلام ومات هناك كمان مصيبة كنا على السوف والسرطيو مركي أيدي نكي هذه جرودي نسوه مؤمن بوها بركورة مر الله مركي أرض الحبشة لتلي إسلام كيو كبه وري دوري مركاس ونصار ونصار بأشي بركو بنتي وثبتت أم حبيبة على الإسلام إسلام نبدا يكسر ناتي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بقر كي النجاشي ومركا نبي أدري ليخدمها عليه إنه أدونا نجاشي ما قور كي قبر ناس يتوليه ونبي عليه الصلاة والسلام أموريه فزوجها إياه نجاسي وأجوري النبي وأصدقها عنه 400 دينار أفر بقوله دينار نجي بقر كهذا من حوينيه أفر بقوله دينار يعني ومهرسي وبعث به مركز النبي أصدره تو النبي عليه الصلاة والسلام نجاسي حفلة وين دقي ويسوي للصحابة دي ذات المؤمنين ده يا جمال الكود وقرابوها هنا المعذرة هاي بجوي أسمع منك نكاح السميني نجاشي من نبي هو كل شيء هو أقبله نبي هو أقبله مركا نجي يعني ولا إما ذلك هاي بمركا مهرية حفلة بمركا ووسى بي وعسى بيا مهر كاس بدل نوسي قبل آخر بقوله مهر روسي قبله يعني قري مدحوينا يعني إيه الكتور قرابة لها يوم دنا وفي قبل ناس في عم يكرابة مركا ناس في عم حوله لو قبل دي ناس في عم حوله بدل يذهب بدل يروح بالسي وصادر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بقول نجاش ما كان النبي وصادر عليه الصلاة والسلام وما تدوي نبى تبي المدينة تبي كل هذا سنة 44 فرتني آخر من كي يجرد واحد أيه نبى وأما زينب هي بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيدني بعدش وأمها أميمة بنت عبد المطلب نبي أيدني وأميمة بنت عبد المطلب لا يعرفش زينب بنت جحش ما كان ماتيل ميدة هاي فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهو أجوري زيد بن حارثة زيد بن حارثة نبي بركة أجوري زينب فمكثت عنده مدة أكتر سكون قاعدين ثم طلقها وفري زيد بن حارثة فلما انقضت عدتها عدتها ذي مركة قاضي منه زيد قال عليه الصلاة والسلام لزيد اذهب فاذكرني لها زيد كأي كلا تغير نفتا زيد بن حارثة مولى رسول الله رسول كحرية حبه يعني حب رسول الله بالورج آدمنا الوجعلة زيد بن حارثة ويلكيس أسامة أنا آدم وجعلة مركة عدتها ذي دماتي زيد بو قدريه وحد كتر هذا أبويري وشيء محاطر هذا النبي أقرب عليه الصلاة والسلام قال زيد وحيري فذهبت إليها ومتلي فجعلت ظهري إلى الباب
مركا انت نوتغي ايان البابك استايب ان حد وسي جيستي لان هذا اجنبي بو كم يا مو فريزوما البابك انت استايب ان دبر كنت واحد وسي جيستي مركا سا وحان الرسول كاي صدر عليه الصلاه والسلام ادغو نكدونيا فقال الوحي تري ما كنت لاحدث شيئا حتى اؤامر ربي عز وجل نبي عليه الصلاه والسلام جواب ماي الى امرت الهي بان لا تشنيا وان استخارسنا يوم فقام الى مسجد لها مركه مساجد كيدي بي كش ماشي غرغيده اي كنت كنيس اي غوش انت لغيدي بي دغات مركه سي توكتي استخاري توكتي فانزل الله تعالى الهي ما سودجي فلما قضى زيد منها وضرا زوجناكها فلما قضى زيد زيد مركو دميس منها غودا حقيده وضرا يعني انت الهي او تلغلي مركي اي او دماتي زوجناكها نبي محمد او اذان كو غورني با الهي اذان كو غورن او غونا يعني غورنتا الهي با النبي عليه الصلاه والسلام كو غورسدي بده وي او فاري جيرت غودا كلو دن انت نكلا ادكو اوليادينا وليغينا اي ددك بنادغا ان مري انو الهي با انك حي سبحانه وتعالى لازم زيد مكي ارنتي زي قد ما تي زوجناك وان كون غورني بايلاي ان كون غور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هو يمد فدخل عليها بغير اذن ادوا لو غوري وحاسكي سي سو سو سعودي غوري يدو مدرس كسي ها غوري اسا عليه وحاسكي سو كوتي وما وكان تفتخر ويكوفا نجتي على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هو ان كان النبي ويكوفا نجتي تقول وهي رجلتي زوجكن اباؤكن ابيالك بعدك يقولي وزوجني الله ان الهي بقى يقولي من فوق سبع سماوات وكان تزويجها بورين تيدي له النبي عليه الصلاه والسلام لو قولي وحوها سنه خمس من الهجره سنه الشناد الهجره وقالت عائشه وحيدا في شانها مركي يعني ايضا كور رميزه زينب بنت جحش لم تكن امرأة خيرا منها في الدين قبرك خير بدن مجر تحق دينته وأتقى لله إلهي أقعبس بدن وكذا عبد بدن مجرته وأصدق حديثا كهذا هذا كذا كرم بدن وأوصل للرحيم قرابة كحرير بدن وأعظم صدقة كصدقة بدن وأشد كدرا يعني ابتذالا لنفسها نفط يا سيدي يمد لي ليس في العمل عبادته عبادته وقد كان لهذا الزواج قول كان وحاصرنا هذا شأنه الكبير عند الناس يعني أهرين أغدبوا لها قول كان نبي قول سيدي زينب بنت جحش حيث ساوى الإسلام بين الحر والعبد يعني اسلام كو وخصو سوغي او سيماي قفكي حرت اها اي قفكا ادونمدا سو ماراي بين الحر وال يعني واغي هور يعني ددكا ادومدا ولا ليدي جيري سوما مركا اسلام كو وخصو سوغي او سيماي حيث ساوى الاسلام بين الحر والعبد وقضى على تلك الفوارق الجنسيه جنسيتي وحيالي هوراي امن سنايير كو دقم جيري ددكو ايو مركا شرعي دمهي التي كانت العرب تعتزم بها يكون فاني جرين فأصبح العبد وحو هذا لا يشعر بعبوديتي قف كأدونكها مركا أدوني مديسي مدريمي قف مؤمنة يعني إسلام إيمان كأم باقي ملي قف ودتك نوو نصيميو وقضاء أيضا قول كزينب بن جحشي وحو لما يستري على بدعة تبني بدعة يسير والوجوجي هل كاسا الوجوجي تبني التي كانت العرب غارقين فيها الى يعني ادناق مئات يعني عاد ابو دغ من جيره وحا كميدا قف ويل انو كوين يا سويل اسو ورا دال مو ثور يا ويل كيري باتا بركا سادو دخليا و اس دخليا ويل كا غبدي او غورسد ما غورسن كارو اسغا لوو ييريا فلان بنو هبل بالليه بركا تبني بالليدا بركا غور كاسا جوجي ode dadka kala dhan ma ka suuroobi kare qof kale wiilki uu aabaha ka wiil dhigtay oo aabaha waha gabadhiisi inuu guursado xaaskiisi haduu furo
مدركه ودن كما سوروبين لكن رسولك عليه الصلاه والسلام بقى لو امره سي ارنت اي وجوغسته النبي عليه الصلاه والسلام فلي كرو ده وحي من الله وي رسولك وما جدين كرو النبي عليه الصلاه والسلام لو ارك من ارنت اسن ورك تبني من هكا سوكو دمال او قفكو ابي سي دلي نسبك ما لو ابترنيا وهي يعني قبل جيرين قريشته اما عربته وهي قبل جيرين ان قفكو ويل ويل كريم باتاي ويل هذا بس ابي لو ابترن ما ينكا كان لو ابترنيا زيد بن حارث هذا انت ايضا هم الى سوى دقي مرتين ادعوهم لابائهم هو اقصد عند الله انت الى ايضا سوى دقي زيد بن محمد بالوري رجل نبي وكوي لي شيء زيد بن حارثة مرك زيد بن محمد بالوري رجل ولا جوجين جواني وقول شذي مركز مرك أوفري إله سبحانه وتعالى نبي وقول عليه الصلاة والسلام أمره هذا أنا أنت بالو جوجين يا تبعني كي أنا بالو ما بين يا كوي لي شذي ليش كوي لي أنا نهي تاسع ما شاكو رماتي ده وأما زينب هي بنت خزيمة زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحشمة لبقت قبلها زينب اللي قبلها قوي جاي أم هذا رومي كملها زينب بنت جحش وإيدري سيدة شوميمة بنت عبد المطلب وقبلها هذا اللي هو الرمي زيد بن حارث يعني أوفري زينب بنت خزيمة الهلالية وبنت غبار يعني أم هذا رومي كملها رضي الله عنها فقد كانت وحي تحت عبيد بن حارث بن عبد المطلب عبيد بن حارث بن عبد المطلب قتل عنها يوم بدر وعبيد الله ابن الحارث بن عبد المطلب دلال كي بدر بكل انتين ومر كي بدر يعني لسوء استاغي واحد مبارزا لإلى ذلك سمنجري قفكو إنه يا يسوع بحى يا جدار مركا ورد دعامه بلاه مركا الله يسوع صار صفتي صدق إنه رأى أنصار هذا صار بحى صدق إنه رأى أنصار هذا أيا صار بحى عتبة بن الربيع يا شيبة بن الربيع صدق إنه لو إنه ولا لا يويل قال له صدق ناس صار بحى ورأى الربيع markaas waxa ay ayaan soo baxay saddex wiil oo reer ansareed oo soo baxday way weydiinayeen yihiin nimanka noo soo baxay oo reer ansareed waxay dhayn ma doonayna ansar ma doonayna muhammado akhrij ilayna akfaana dad kufkeena quraash baan rabnaa noo soo bix kuwaadiga ku soo raacay ee reer quraash ee noo soo saar markaas uu nabigu calayhi salaatu wasalaam qum ya hamza bin abd mudalib qum ya ali bin abi talib قم يا عبيد الله بن حارث بن عبد المطلب صدحنا له يا عبد المطلب النبي استاجي عليه الصلاه والسلام قال هذا يسمو قبل هذا يعني وها هو كذا قال يا دواء وها صدح دولي مركا يسقابلين حمزه بن عبد المطلب نينكي وكو هغاغي ودري علي بن ابي طالب بن ودري عبيد الله بن حارث نينكي كو هغاغي لبدودي بو اسداوعين اسداوعين مركا عبيد الله انا داوع مو نقضي من كلام سفيه بس داوع صدق وش داوع من مكة علي بن ابي طالب يا حمزه ايا كسر الله ميو ويدلن يقال عبيد الله داوع عنه ويسو قابل مكة مركة سفك مسلمين تلك يا ركدي بحوكا كدي بورد انت مكة مكة عبيد الله بن حارث هل كاسو قول انت اساق ايا قبي قولن زينب بنت خزيمه زينب بنت خزيمه مركا وانا دلي زوج كيدو بدر بالو دلي فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث سنة ستحاله هجرة ولم تلبث إلا شهرين أو ثلاثة سنة ستحاله بيها هاي المحب بدر نعضي وزوج كيدو لدلي إسلا سنة بحد يدو نبي وقول سدي صدح بلوط مي ودى جوغا والله ما بلوط وين مطي وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام نبي أصغر النور أيه مطي ودفنت بالبقيع أيا لغدوغي وهي أخت ميمونة ميمونة بنت الحارث لأمها يا ولا لا هاي ميمونة بنت الحارث وأما ميمونة هي بنت الحارث الهلالية ولا شيء بمركز النبي هذا نقول
ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس. ميمونة بنت الحارث والنبي زوجته سيد عليه الصلاة والسلام وهي هورير وهي عبد الله بن عباس وأم الفضل بن الحارث بعد شيء وهي كانوا هورير وهي ولا شيء بين شيء خالد بن الوليد. خالد بن الوليد هورير بن الوليد وقد بلغت الستين من عمرها. ميمونة بنت الحارث وحي قالت لحدا بيقالت عمري حينما تزوجها عليه الصلاة والسلام ملك قوسني ومكثت عنده عامين فقط لبصن أم النبي قبل عليه الصلاة والسلام. فقد كانت وحي هاتي قبل هري وحي أقبع عند أبي الرهم من نقلها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا سنة سبع سنة تضباد الهجرة بعد غزوة خيبر. جعلت أمرها إلى العباس، عباس بيبركة أرنتي ذوني بتيبه ولا شيء قبل فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم يعقوري وهو محرم. فلما رجع بنى بها بصرف حلالا كاسو محرمة يعني الرواية الأساسية والنساء لكن ما هو النبي حلال نقضي كذب أيوه قول سليب علينا. قال ابن سحاب وحوير ويقال وحل إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم نفتي أي النبي وهي ميس وذلك أن خدمته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها من خطبتي مدمية أيضا ارتقى لسارة. فقالت واحدة البعير ومن عليه لله ورسوله رضي النبي مالك حجة الوداع وخطبتي مدمية يعني النبي عمر يسنة سنة تضبان بها سعد الوداع ما حسنة تمنات بها سوى النبي صور عمر يسنة مرق خطبتي مدمية يلا سعود مرق خطبتي مدمية وحي كتري رتبة سارتها مركز رتبة إيا قفك الدوشة سارة ما إلهي رسول كيساس كلا الروح بيه وتوفيت بصرف ما يكون بتسنة 51 كنت يكوي بين متي وصلى عليها ابن عباس ويهوريان وهي ما كنت كذا ودخل قبرها ساعة نبي قبر كذا. وأما الجويرية هي بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وهي أرملة مسامع بن الصفوان المصطلقي نكاسفه يعني يكجره وكان زوجها هذا من أشد أعداء الإسلام والمسلمين. نيجي هذا وقاعدين يعني أهل الإسلام كأونع مسلمين تأهل اللي بيجري وأكثرهم خصومة للرسول صلى الله عليه وسلم نبي أهل وهر. وكانت وحي قد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري أي يكون هذا ملكي يعني نيجي هذه اللي دلي وأيجا لسوق ف لسوق كلا سوق فاشي كوجرتي وحي ملك أقول عليه ثابت بن قيس من اللي يراده يقرأ أقول عليه في غزوة المريسع وهي غزوة بني مصطلق في سنة خمس سنة شراب بيت الهجرة. فكاتبت على نفسها ملكا وي ثابت ويلا إيه شيء سوى حي تري حولان كسين هيا إيه حرة كتابت وحروي إن أفقى أدوم كوي راده حولان كسين هيا إيه حرة وي نفتي ذي كتابت وإليه شيء. ثم جاءت رسول الله بأتم صلى الله عليه وسلم فقال وحيت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بارها وكان من أمري ما لا يخفى عليك وسيدك قال لا صور أنك أباس كوها بار علي ووقعت في سهم ثابت ما كنا عليه وإني أنا كاتبت نفسي نفتي ذي بان كتابي فجئت أسألك في كتابتي حولها أن كلب الله ما ثابت إن أتقبل حسن دوني نيكس براح لا ما إذا لواي تقانعي حولها دانو بهيسته وحن دوري إن أدي ربي حسن وحن كل أبلا بي يعني كحرم ثابت كحرم. فقال عليه الصلاة والسلام فهو لك فهل لك ما هو خير وحاس أدي ويدي ست وحك خير بدل مقوشة قال وحيت وما هو يا رسول الله وما حك خير بدل. قال عليه الصلاة والسلام وأدي عنك كتابتك وكاب حين يا وحى أوشيك وتزوجك ونكوسني. قال واحد قد فعلت وايا لي فتسامع الناس ضدك ما مغلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية نكوسني فأرسلوا ما في أيديهم من الصبي واعتقوا قبله لغسوا قال قال كان لغسوا قبصدي ونن وقال لاسا كل والو الحري وقبر كم إذا واحد ربو نكوسني قبر نكا نبي الدماشيديس وحيسر أي واقع هو دور أي واحد قبل يوم ولا مسح كل حر الحريدة
dadka ayaga gabdhihii iyo xataa raggii qoladaas oo dhan oo nabigii daadiya xidid la noqdo gabadh ka guusaday soo ma marka waa gabadha ugu barakada badan bay ahayd qoomkeeda qaalat caaishatu waxay tidhi famaa ra'aynaa maan arag imra'atan acdaba barakatan calaa qowmin minha gabadh qoomkeeda ugu baraka badan maan arag bay walamaa ra'aa banulmustaliq markay arkeen haada sumuwa sharaftan iyo sida loola dhaqmay dadkoodii loola dhaqmay inuu gabadha rasuulku guursaday dadkii kaleoo saxaabadii o dhanna kulli ay dadkii la wada fasaxay xoreeyeen wa haada alcafwa waalkaram aslamuu jamiican kulligood way soo islaameen wa aamanuu billaahi wa rasuulihi bay rumeeyeen fakaanat juwayriyatu waxay ihi radi allahu tacaala canha aymana imra'atin calaa qowmiha gabadha ugu baraka badan oo qoom tolkeeda ama qabiilkeeda ugu barakada badan bay wa amaa safiya hiya bintu xuyey radi allahu tacaala canha fahiya min sirdi haaruun calayhi salaam safiya bintu xuyey yacni khaybar nimankii deganaa yahuudda ah bay ka mid ahayd oo qolada sayidkeedii ninkii yacni xukumaya boqorka u ahaa baa dhalay marka laakiin waa reer banu israa'iil maxay ku joogtaa nasligii yacni nebi haaruun wey nabiyullaahi muuse walaalkii nabiyullaahi haaruun nasligiisii bay ku joogtaa safiya bintu xuyey kaana taxta kinaanata ibn abi lxuqayb qutila yowma khaybar baa la dilay qaala anas wuxuu yidhi lama ftataxa calayhi salaatu wasalaam nabigu markuu furtay khaybar wa jamaca sabya sabyigii lasoo ururiyey oo markii yacni magaalada la qabsado caruurta iyo dumarka yacni waxay ahaayeen qaniimay ahaayeen jaa'ahu dixyatu lkalbi dixyatu lkalbi saxaabigii la odhan jiray aadka u qurxda badnaa ayaa rasuulka u yimid faqaala wuxu yaa rasuul allah acdinii jaariyatan intaanba la qaybinin dadka la qaybinin wuxuu yihi gabar baan doonayaa gabar ha laga siiyo gabadh isii buu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi rasuulku idhab fakhud jaariyatan haddaba oradoo mid kala bax faakhada dixyatu wuxuu la soo baxay safiyata bintu xuyey waa gabadha ugu quruxda badnayd ee ahayd gabdhahaas markaasuu kala soo bax fajaa rajulun baa ila nabiy nabiga u yimid sal alla lay slam faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah acdayta dixyata dixye waxaa siisay safiyata sayidata qurayda wa nadiir maa tasluxu ilaa laka gabadhaas dadka kale oo dhan ku heshiin maayaan adiga mooyaane inaa adiga qaadato mooyaane waa laysku qabsanayaa gabadha rasuulka ilahi qof kale looma ogolaanayo loogama sawraayo marka qaala wuxuu nabigu udcuuhu biha dixye u yeera fajaa'a biha wuu yimid faqaala wuxuu nabigu yihi khud jaariyatan min asabiyi gabadh kale ka soo qaado kalaba wactaqahaa nabigu wuu xoreeyey watazawajaha wuuna guursaday walaqad axsana rasuulu sala allahu calayh wasalam nabigu xisaab buu u sameeyey ilaa safiya wa akramahaa wuu ikraamay watalatafa biha xataa asbaxa tufadiluhu calaa ahliha wa cashiirataha ilaa ay dadkoodii iyo qof kastaba ay nabiga ka jeclaata sala allahu calayh wasalam waqad khayarahaa calayhi salaatu wasalam nabigu khiyaar geliyey qabla zawaajiha intuuna guursaday bayna alcidqi waalixaaqi biahliha wa bayna iqtiraani biha haddaad doonayso waa ku xoreyna waa ku fasaxaynaa waxaa lagugu celinayaa reerkiinni baa lagugu celinayaa haddaad doontana waad nala jiraysaa oo waan ku guursanayaa fakhtaarat illaaha wa rasuulah ilaahiyo rasuulkiisay dooratay wa aclanat islaamaha islaamkeedii bay muujisay oy daahirisay wa adharat xubaha alqadiim jaceylkeedii nin islaam ay u qabtay ayay markaa daahirsatay wa tarakat qowmaha bay ka tagtay wa cashiirataha wa ziwaaju rasuuli sala allahu calayhi wasalam bihaadihi lmar'a gabadha guursiga uu nabigu guursaday yaxmilu macahu xikmatan caaliya laa yudrikuha ilaa man anaara allahu qalbahu waxaa yacni xikmad weyn baa ku jirta oo qofkii ilaahay qalbigiisa nuuriyey mooya qof kale uusan fahmi karin wa maatat fii ramadaan sanata khamsiin ayay dhimatay fii zamani mucaawiya markuu mucaawiya ibn abi sufyaan uu amiirka ahaa uu dufina waa la duugay bilbaqiic baa lagu duugay dufinat bilbaquuc fa haaulaai azwaajuhu allaatii dakhala bihinna sala allahu calayhi wasalam gabadhan safiya bintu xuyey yacni xoogaa marmarka qaarkood gabdhuhu moogtahay way isku leexinayaanoo waa lacay jir waxaa lihi jiray safiya alyahuudiya aa tahay adiga markaasay dhibsan jirtay halkaas marka maala iyada xoogaa iyo xaansabu nabigu u yimid calayhi maxaa kuu dhacay saasaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa yacni qofka nabi uu dhalay nabina uu guursaday oo adinkeeda ka mida waa tan yacni aniga waxaan ku joogaa nafsilii haaruun nabiyullaahi haaruun
نبي محمدنا هو يقضى مقف ساسا إذن كجرت وما قفل أن لفضلية كمجر النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي حكمة يودي بيبوها موتا مركا هذا مرد ما يا الله اللي يوحك الشيري كرم مركا النبي عليه الصلاة والسلام هوينك أقول سدي أقول أقل غلي كواس أي أهاية كوية تمكاس أي أهاية النبي عليه الصلاة والسلام هوينك أقول سدي قولك أو نبي أقول سدينا يعني حكمة وين أيا كجرتي ومارت أي كم تهي دعوة سيئة إنه ضدك ورنبو يعني هو يعني حليريه أو قرابة للنقضه هو إن عكستم هو كحليريه أيه النبي عليه الصلاة والسلام النبي أذر ريال كيس كوية طبعا أذر بنا بقولها لكن يعني حمزة يا عباس أمبيه يروح صو إسلامي لكن أبي أويس عبد المطلب لا كوية طبعا نبوده إيه ديال كيس النبي اللي حبي هاي سيد اللي أجي هاي صفية بنت عبد المطلب أم زبير زبير بن عوام يعني هو يدي أهل تأم يعني يدنا إسلام لماذا يد مشهور هيدا الإيمان من شمائله عليه الصلاة والسلام نبيه يعني صفات كيسية شمائله كيسية يعني أيوه هذا نحوه عن نوع شيء يا هالك نبيه صفات كيسية والمناكسنا يا إلهي سبحانه وتعالى وقف ضليه ونكمل الدونا إن شاء الله تعالى يعني سيرد النبي عليه الصلاة والسلام.